في البداية تعالوا بينا نتعرف أكثر من الشيخ إبراهيم، برغم أنه كيميائي إلا أنه يجيد التعامل وفن تلاوة القرآن الكريم وفن التواشيح. أهلا بيك يا شيخ إبراهيم، يا مرحبا بحضرتك أستاذ وأهلا محمود. بيك معانا في بثنا المباشر في اليوم السابع. الله يبارك في حضرتك. يعني حابين تكلمنا ايه اللي جاب زي ما بيقولوا القلعة عند البحر، ايه اللي جاب قسم الكيمياء وتعليم الكيمياء الى دراسة علوم القرآن الكريم والإجادة في التواشيح والإجادة في الإنشاد الديني؟ اولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يعني ينقسم لأقسام كثيرة، يعني منها العلم الشرعي والعلم والعلوم الدنيوي، سواء كيمياء، فيزياء، احياء، طب، علوم غيره من العلوم. ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد إن أنا من صغري تبقى عندي موهبة قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني. الحمد لله منذ أن كنت في الصف الثاني الابتدائي، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، في المعهد الديني الأزهري بشطورة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي برضو بالناحية الثانية، إن أنا كنت قوي في الناحية العلمية، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمني في ثالثة ثانوي وبعد كده دخلت كلية العلوم. قلت لا انا مش هخش كلية دعوة عشان اجمع بين الاثنين، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وابقى حياة مثلا من الناحية العلمية مثلا كيميائي او مثلا دكتور تحاليل، او الناحيه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني موهبه الصوت، ودي لا ملهاش دخل خالص بحكايه كليه علوم. الحمد لله سبحانه وتعالى. يعني انا كما سمعت وكما علمت من اهالي القريه هنا انك تجيد كثيرا في تقليد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد وكذلك صديق الشيخ محمد صديق المنشاوي. هل هناك مدرسه تعلمت عليها ام كان هذا ارتجالا واجتهادا منك لتعلم القرآن الكريم؟ والله انا منذ كنت صغير يعني والدي يعني ربنا يدي الصحة وطولة العمر ويبارك لنا فيه يا رب وكل اباء المسلمين، كان اللي هو من هواة سماع القرآن الكريم بالمسجل قديما، يعني مسجل ايام مثلا ايام الشرايط قبل ما ايام الشرايط قبل الدي في دي وقبل الحياة الكروت والموبايلات الحديثة. فكان والدي يعني ربنا يدي الصحة والعافية يحب سماع الشيخ عبد الباسط كثيرا جدا، الشيخ محمد صديق المشاوي، كان ليه شرايط وما زالت عندنا هذه الشرايط في وما زلت حتى هذه اللحظه تستمع الى هؤلاء القراء العظماء من خلال شرايط الكاسيت. ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا برضه بنعم كثيره، منها الموبايلات والحياه الحديثه دي، فالواحد اوفر ليه واسهل ليه انه يسمع من عن طريق النت. ربنا سبحانه وتعالى برضه انعم علينا بالامكانيات الحديثه دي. حاليا بسم الله ما شاء الله اضغط على اي حاجه سيرش تجيك على طول، فربنا سبحانه وتعالى اكرمني يعني بوالدي. اذا مزجت ما بين العلم والتكنولوجيا وتطور التكنولوجيا وبين الاستفاده من هؤلاء العظماء لقراءه القران الكريم على مستوى جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي. تمام حضرتك، زي ما حضرتك اشرت بالظبط. تمام، يعني ده شيء كويس وعظيم جدا. يعني هل شاركت في حفلات لقراءه القران الكريم؟ هل حصلت على جوائز؟ الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، في 2010 شاركت في مسابقه في قناه الفجر، دي كانت قناة على القمر نايل سات، وكان معايا بصحبتي برضو كان الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، هو حاليا في إذاعة القرآن الكريم، ده أخ عزيز وصديق غالي عليا. بس أنا ما كملتش بصراحة، هو كمل في مجال الإنشاد والابتهالات، وبرضو دخل كلية شرعية فدي ساعدته برضو، ولكني برضو أنا سلكت كلية علوم فدي بعدتني شوية عن حكاية الإنشاد والقراءة. ولكن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كنت في مسابقه في قناه الفجر في مسابقه الاحياء تقليد الشيخ عبد الباسط، حصلت على المركز الثاني على مستوى محافظه سوهاج فضل الله سبحانه وتعالى، وشاركت في العديد من الحفلات. اقدم حفله لي كانت في 2005، كنت في الصف الخامس الابتدائي، دي كانت في قريتي، وفي حفله ثانيه في 2006 برضو كانت في معهد فتيات شطوره، وفي حفله كانت في سوهاج بيحضرها المحافظ اللواء محسن نعماني في 2007. إذا شاركت في العديد من الحفلات والمحافل لقراءة القرآن الكريم. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. بالله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا
الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ذاك الذي طاب الزمان بذكره محمد ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. شيخ إبراهيم، متابعينا متابعي اليوم السابع عبر بثنا المباشر بيسألوا عايزين نسمع مولاي. تمام. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع لدي بنور وجهك إني عائد وجل ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سقطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا أدعوك يا رب فغفر
واغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أحسنت أكرمك الله وأعزك.